كما ديال راضي مينا المترقب ان ينتهي الدفاع المتهم من المرافعه لانه تعيني ما بقاش بزاف. كان اعتقد انه بقى زميل واحد الى انتهى غيكون عندنا حق تعقيب كطرف مدني. ديك الساعه المحكمه لها احد الامرين، اما غادي تحجزوا المداوله اما تاخروا لجلسه قديمه. حنا في الحقيقه ما عارفينش، حنا كنعينوا نشوفوا شنو غادي تكون المحكمه. شكرا لك. وكنتمنى انه تكون زعما المنطوق ديال او القرار اللي غتاخذوا المحكمه فيه عداله الاطراف، ولكن فيه انصاف للضحيه حفصه ابو طاهر، لان حفصه ابو طاهر داكشي اللي عاناته لا اثناء ممارسه الجرم عليها ولا بعده. شوفوا، لا بعده، ظلم 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 بابشع صوره وتجلياته، يعني ما خلينا حتى شي نافذه ولا فتحناها باش تجيب غير الحريق والصهد على ديك السيده. هذيك السيده شابة ديال 27 سنة، الشباب ديالها كيتحرق، المستقبل ديالها كيتنهار قدامها، والدموع باش كتبكي ما بقاوش تيخرجوا غير من عينيها من القلب من أي بلاصة، وهي مريضة وعندها مرض زعما لا ماشي نقول لك لا عضوي ولا نفسي، وكتقاوم وزعما وصامدة، وتقدمت بشكاية من بعد ما بكات وتألمات وخافت وتخوفات وفكرات وعاود فكرات، وكتقول نمشي ما نمشيش، واش غادي ناثر هادشي على حياتي، وكاع البنات كيخافوا على حياتهم وعلى مستقبلهم، تيخافوا لما يمدوش يدهم للحنه والى غير والى غير والى غير. وبالتالي خدات هذا القرار الجريء اللي كنحييها عليه وحنا معها الى اخر رمق، لانه ممنوع منعا كليا تهرب من المحاكمه او من العقاب بعله ان هاد السيده غمره ولا علاش تعطلات ولا متعددات العلاقات. كل كوا هي صحفيه وكتقيل، والصحفيه راه كتقيل معها، انت دابا انت كتدير معايا كتصور معايا، غتمشي تصور مع هادوم. حنا فين ما كنجيو نهضروا على شي شابه كنبداو من السوله في السمعه ديالها، حشومه هادو، ماشي اخلاق. اخطر حاجه هي هادي، اخطر حاجه، اخطر حاجه هي تبقى تهضر في اعراض الناس. شتي الناس اللي كيهضروا في اعراض الناس هما ابخس، وزعما شنقول لك ما كاينش مكفس منهم. شي اللي يهضر في العيار ضد الناس راه دون المستوى، لا الاخلاقي ولا الديني ولا شما بغيتي. شتي واخا تشوف بعينك ماشي شغلك، احترم الناس. حنا ما يهمني في علاقتي بك كمواطن، علاقتك بيا كمواطنه، هو انه نحترموا بعضنا البعض، واحترامنا لبعضنا البعض غادي يتجلى وغيتجسد في احترامنا للقوانين. ما تعدى عليا ما نتعدى عليك، اذا تعديتي عليا راه كدير تحرش الجنس. وصلتي للتعدو، يعني حيدتي من الامعان في مضايقه الى ما غيره، يعتبر نوع اخر من انواع الاعتداءات الجنسيه النص عليه في القانون الجنائي، وخاصك تعاقب الا تعديتي عليه، ولا تعديت عليك كذلك. صحيح. دونك حنا عندنا وقائع مجرمه كتناقش، ناقشوا ونحترموا. وحنا كنشوفوا المحكمه بيان سور غادي تحكم بما تكون لها من القناعه وجدانيه. شكرا.